جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أختكم في الله أم صهيب بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تسأل وتقول: ما حكم الشرع في حديث المرأة المتزوجة مع زوج أختها في الهاتف؟ كأن ترد عليه وتسأله عن حال أختها وعن حال الأولاد، وتسأله أيضا عن أمور كالسلام على الزوج إن لم يكن موجودا، وكذلك إذا كان هناك مشكلة بين هذا الزوج وزوج وهو حينئذ يود أن يساهم في حلها. جزاكم الله خيرا. الذي يكلم رجل لامرأة؟ امرأة. لا بأس أن تكلم زوج أختها وأن تسلم عليه في التلفون أو في غيره، وأن تسأله عن صحته وعن أختها وعما تحتاج إليه، وليس هذا من المكالمة المحرمة، لأنها مكالمة لحاجة، بشرط لا يدخلها شيء مما يطمع الرجل بها كالممازحة وما يسمونه بالمغازلة، هذه أمور منكرة ولا تجوز. أما المكالمة من أجل الحاجة وبكلام معروف فلا بأس بذلك. نعم.